مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. في شرح اليوم عن تطبيق الإنستغرام وتحديدا عن مشكلة موجودة في تطبيق الإنستغرام. لو حاولت تدخل على الإنستغرام راح يظهر عندك إرور خطأ Please wait a few minutes before you try again later. يرجى الانتظار أو خطأ يرجى الانتظار عدة دقائق وحاول لاحقا. طبعا أنت تنتظر ربع ساعة نص ساعة ما راح يدخلك. قبل ما أشرح لكم الحل الجديد طلب رجاء من كل واحد يدخل على هذا الفيديو الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. هذه المشكلة راح تظهر عندك إذا حذفت الحساب وحاولت تدخل عليه يظهر عندك هذا الخطأ، أو بعض الأحيان أنه خطأ من تطبيق إنستغرام فتحاول تدخل ما تقدر تعمل تسجيل دخول. فالحل راح أشرح لكم إياه الآن. طبعا هذا الحل حليته يوم أمس، هذا اليوم يوم 13/7/2024. بس رجاء مرة ثانية الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ساعدوني مثل ما ساعدكم. خلي أدخل من داخل الإعدادات أشرح لكم. لحل هذه المشكلة وجدت طريقتين، الطريقة الأولى من داخل متصفح سفاري والطريقة الثانية من التطبيق. نبدي بالحل الأول. ندخل على متصفح سفاري وهنا ندخل اسم المستخدم. بعد ما دخلنا على سفاري راح هنا نعمل تسجيل دخول ونكتب هنا اسم المستخدم. كلمة السر ما نكتبها، نروح على نسيت كلمة السر وندخل هنا مرة ثانية اسم المستخدم. راح يرسل لنا رابط إلى البريد الإلكتروني. بعد ما أرسل لنا الرابط راح نغير كلمة السر وتروح تدخل عادي. هذه الطريقة الأولى أنا وجدتها وتدخل عادي 100% إن شاء الله. في حال أنه ما اشتغلت الطريقة الأولى اللي راح تعمله راح تدخل على هذا التطبيق، تطبيق الـ VPN، وراح تشغله وراح تدخل من التطبيق راح يسمح لك تدخل عادي. لكن تطبيق الـ VPN بتحذيرات أنا شرحتها هنا ونصيحة، إذا استخدمتوا الـ VPN هذه الطريقة لازم تحذفون تطبيق السناب، لأن تطبيق السناب إذا على الهاتف أي VPN راح بعض الأحيان ينحذف السناب وما تقدرون ترجعوه. فهذه نصيحة لكل واحد، تبقى أنتم براحتكم. أتمنى أنه فدتكم بهذا الحل. هذا الحل يوم أمس طبقته على إحدى المتابعات وكان شغال. إحنا هذا اليوم مرة ثانية يوم 13/7 والحل شغال. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب رجاء أخذت المعلومات لا تنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. الرابط لهذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف، أتمنى تستفادوا منه ومن المعلومات. مع السلامة.